احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في رعية القديس بولس في جبيهة بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارهم لهذا العام بعنوان قد سفينتك بنفسك، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب بطرس حجازين بحضور حشد كبير من فعاليات الرعية وأبنائها. وفي بداية عظته التي أشاد فيها برسالة العمل الكشفي، أكد الأب حجازين للكشافة في حفل التجديد أن أعظم ما أعطانا المسيح هو جسده ودمه الأقدسين، مشيرا إلى أن إنجيل هذا اليوم موجه لكل واحد فيهم بأن يكونوا كشافة مؤمنين برسالة السيد المسيح، ممتلئين بالعطاء والوفاء للكنيسة والوطن وخدمة المجتمع. وبعد العظة جددت المجموعة بقيادة الأخت عايدة الصوص الوعد الكشفي، واختتم الاحتفال على أنغام المقطوعات الموسيقية التي عزفتها المجموعة الكشفية وسط ابتهاج وإعجاب الحضور. نجتمع اليوم حتى نجدد الوعد من جديد، وبلشنا العام كمان كان بالكشفية نبذل العطاء، والسنة وهلأ راح نكمل بشعار جديد لهذا العام، قد سفينتك بنفسك. وهذا الشعار إن شاء الله راح نبحر عبر البلد كلها حتى إنه نحاول نعيش مع بعض أحلى أوقات، وكل فرد من أفرادنا يستعيد نشاطه ويكون هو قد حاله ويتحمل المسؤولية ويحمل هاي الرسالة على للأمام. وهاي الدعوة لكل أفرادي، بتأمل إنهم يمشوا على هذا الطريق ويكونوا دائما قد المسؤولية إن شاء الله.